السلام عليكم، أنا حسن شنبش، محمد رحومة، محمد تومي. الأصل من ليبيا، مقيمين في بريطانيا. هدفنا هو إحياء أسطورة ابن بطوطة، وهدفي أنا هي زيارة المسلمين المساجد في العالم. بالنسبة لي أنا الهدف إني أنا يكون كسائح مسلم، وين أحسن أماكن ممكن نمشي لها ونعطي نصائح للمسلمين، وأحسن أماكن للأكل، وأحسن أماكن اللي تشوفوهن في أي بلاد في العالم إن شاء الله. ونوروا كيف الناس المسلمين بالذات يقدروا يستمتعوا بحياتهم بطريقة حلال.